قدم اكيد الغاني اسحاق يعقوبو. لسه محمد معروف ما اداش القرار بلعب المخالفه. محمد معروف حكامنا الدولي، معروف وعلى طول يعقوبو ومدبولي، لمسه جمله متابعه تصويب، والهدف الاول، الهدف الاول، جول جول، هدف التقدم للبنك الاهلي بقدم النجم كريم بامبو. ده في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 9+45 من عمر الشوط الاول، 1 البنك الاهلي لا شيء نادي الزمالك. كريم بامبو يسجل هدف التقدم في الدقيقه 9 من الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول. ادي العاده وادي الجمله وادي الاستلام والتصويبه، ولكن تعدي من بين القدمين محمود علاء، والتعدي كمان من ايد اللاعب محمد صبحي. على طول هدف اول في المباراه، هدف التقدم برضو، تعدي من بين قدمين. قدم سعيد السمبري عاليه فوق، متابعه استلام مدى الخطوره، استلام من زيزو، عاوز يعدي زيزو، هو تصويبه، ولكن الدفاعات الحديديه الغير عاديه، مرتين على اليمين الزناري، هو تصويبه الهدف. الله 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 الله، جول، التعادل التعادل، الزمالك الزمالك، الفارس الابيض ابو خطين حمر بقدم نجم النجوم الخطير يا ناس، الهداف يا سيده احمد سيد زيزو، تصويبه صاروخيه، دانا دانا دانا، بوم في مرمى الحارس جباسكي، عشان الزمالك يرجع للمباراه ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 9 من زمن الشوط الثاني. بص الباصه البينيه وبص التصويبه الحلوه، متع عينيك، كحل عينيك بتصويبه صاروخيه مدويه لهدف كبير لقناص رهيب، للاعب يعتبر افضل لاعب في الدوري المصري واغلى. خلاص دخلنا على الثواني الاخيره من الوقت القاصر من نهايه الشوط الثاني والمباراه، الزمالك 1 والبنك الاهلي 1. تصويبه صاروخيه، جول 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 جول، يا الله يا الله، التصويبه التصويبه، شيكا شيكا شيكا، محمود شيكا بيلا يسجل يا سيده الهدف الثاني، هدف التقدم، هدف الفوز الغالي اليوم على البنك الاهلي. محمود شيكابالا يخطف الهدف الثاني، هدف التقدم. الزمالك يا ساده النهارده في لقاء اليوم رافع شعار المستحيل، ليس زملكاوي، والزمالك اليوم بعد ما كان متاخر بهدف واحد مقابل نشيد، باصرار وعزيمه وروح قتاليه عاليه قدر يحول تاخره من 0-1 الى تقدم غالي 2-1. شيكا يا شيكا يا شيكا، متع الناس متع الناس، فرح الناس. محمود شيكابالا تصويبه صاروخيه روعه على مين؟ الحارس ابو جبل، عشان الزمالك يعملها ويسجل الهدف الثاني، هدف التقدم، ده في الدقيقه 90 من نهايه المباراه. منتهى الاصرار والحماس والعزيمه والروح القتاليه العاليه، دي سمه موجوده في اداء الزمالك في هذا الموسم، شفناها في لقاء السبت الماضي، شفناها في لقاء السبت الماضي امام بطل جيبوتي، وبعد ما كان متاخر في لقاء العوده بهدف واحد مقابل لا شيء، والكل قال لك خلاص